الو، ايوه يا زين يا ولدي، كويس. بس حصل حاجة، صالح الصغير دخلت اصلي رجعت ما لقيتوش مكانه، قلبت عليه الدنيا والله يا ولدي في كل حتة، ما عرفش احب على يدك يا ولدي، دور عليه ما تجيش البيت غير والواد على يدك عشان خاطري، والله قلبنا الدنيا. قالوا عجبكم كده؟ ما هو لو عينيكم في وسط راسكم، لو التيران اللي بره دول واخدين بالهم من شغلهم ما كانش حصل كده. اعمل ايه هاني؟ ده عمره ما حصلت في بيت الجناوي، غوره من قدامي غوره. استهدى بالله يا زين وهنرجع ان شاء الله. والله انا كل خوفي عزت بيه يقتلوا الواد. مش قوي كده، هم اكيد هيخلوه عنديهم، ولما موسى اتحكم عليه هيرجعوه يا رب. وهتلر فاهم ان التحليل ده لو ما اتعملش ده اللي هنجبنه من القضيه. الادله اللي عندنا تلبسوا البدله الحمراء ومن اول جلسه. فكره ان والد اللي قتل الست سهل قوي يقتل ابنها. على قولك، ما هو معون المش ما ينضحش الا مش. ربنا يسترها يا ستي. هي كويسه ان هي هتروح فين؟ ما هي مع باباها. ريحه الاكل حلوه، انا جعانه بجد. انت ضامنه الاكل هنا؟ اه تعالي ناكل. يلا. ايه ده، هو مش ده عامر؟ ايه ده، انت بتعمل ايه هنا؟ انت مش قايل انك مع مامتك في المستشفى؟ وايه دي؟ انت مش كان عندك حلقه النهارده ولا ايه؟ اتلغت اتلغت عشان اجي اشوف القرف اللي انت بتعمله ده. مين دي يا عامر؟ انا اللي مين؟ انت اللي مين وقاعده معايا؟ بتعملي ايه؟ مين دي؟ استني بس وانا افهمك على كل حاجه دلوقتي. هتفهمها ايه ونيله ايه؟ فهمني انا بتعمل ايه معاك دي؟ انا اللي خطبت عليها هتكون يوم الجمعه الجايه، يا ريت ما تتاخريش بقى. تضحكوا عليا صح؟ هتخطبها بجد؟ اه بجد هخطبها. طب وانا ايه؟ اللي كان بينا ده ايه؟ اللي كان بينكو؟ هي دي بقى الست المطلقة اللي انت كنت بتقولي عليها؟ الست المطلقة؟ انا في نظرك يا عامر ست مطلقة؟ طب ما دام انت شايفني كده ليه عشمتني بيك قوي كده وخليتني احبك؟ انا ما عشمتكيش ولا خليتك تحبيني، انت اللي عشمتي نفسك. حبيبتي انتي كنتي نازوه من نزواته وخلاص راحت لحالها. يلا بقى يا حبيبتي امشي من هنا. يلا هند، يلا حبيبتي معلش، يلا يلا هند. قد ايه يا مسعد؟ مش عاوز تشوفنا؟ مش انت المقصوده يا امه؟ امال انا المقصود يا مسعد؟ بس انا كنت كلامي براحتكم. انا قصرت معاك في ايه يا ولدي؟ قصرت معايا في كل حاجه. لما علمتني ان الرجوله شرب الحشيش ومروحك كبرهات والمشي مع الحريم، لما علمتني ان الزكاة واكل حق الناس بالباطل، لما علمتني ان القوة تخويف الناس والافتراء على مخاليق ربنا، تقصرت في رباية يا ابوي. رميت اللي انا فيها دي، وكل الناس فاهمة ان انا القاتل، مش عشان انا مسعد ولا انا قاتل، لا، عشان انا ولد هتلر. يا ريت كان بايدي يا ابوي، كنت اخترت اب تاني. بيدك يا ولدي.
رامي قلت كده مش شطول ولو على رجاك لما تطلع بالسلامة بختار اللي يلد عليك. حصليني يا أمينة. مش هقدر اجي انا البرانش النهارده معلش. مش مشكله هكلمه بالليل اقول لكم سانتا طيب يعني مش قصه. اوكي يلا باي باي. باي. ممكن تروح؟ اروح فين؟ واسيب الموزه دي لمين؟ اسر انا بتكلم بجد. طب ما انا كده كده قاعده وبعدين انا اتعودت اصلا. ممكن تخرج شويه مع صحابك؟ بعدين اكيد مصطفى هيزعل لو ما روحتش عيد ميلاده. والله العظيم ما عايز اروح. انا بالنسبه لي القعده دي في حضن وفيلم نتفرج عليه ونطلب اكل ب 100,000 خروجه زي دي. وبعدين اصلا الخروجات دي ما بقتش احبها ولا الاماكن دي ولا الناس دي. اشمعنى؟ مش عارف بقيت احس ان الناس دي سبب كبير قوي من المشاكل اللي حصلت لنا. فيروز انا محتاجاكي قوي. ممكن عشان خاطري تيجي تقعدي معايا شويه؟ بليز ارحميني يا هند بجد، انا مش ناقصاكي، انا اللي فاهم كفيني وكفايه اللي حصل لي بسببك. فيروز عشان خاطري انا فعلا محتاجاكي. انت عارفه عامر عمل فيا ايه يا فيروز؟ طلع خاين زي ما قلتيلي. على فكره كان باين قوي من الاول، انت بس اللي ما كنتيش عايزه تشوفيه على حقيقته. عندك حق. فيروز بليز ممكن تلبسي وتيجي تقعدي معايا شوية؟ بقولك ايه يا هند؟ أنا مش هخش البيت ده تاني أبداً، أنت فاهمة ولا لأ؟ لو في حاجة عايزة تقوليها لي تعالي أنتِ.